بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، جمهور النادي الأهلي العظيم أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج الترند. العد التنازلي لمباراة كأس القارات الثلاث، قارة إفريقيا وقارة آسيا وقارة الأوكيانوسيا، كأس جديدة، بطولة جديدة، بطولة قارية بإذن الله تكون من نصيب النادي الأهلي. عد تنازلي بنتكلم في 24 ساعة على هذه المواجهة المرتقبة بين الأهلي المصري بطل إفريقيا والعين الإماراتي بطل آسيا، والذي نجح في اجتياز الدور الأول بعد الفوز على أوكلاند سيتي النيوزيلندي في المباراة التي أقيمت الشهر الماضي على استاد هزاع بن زايد. حلقة النهاردة هنقدر نقول هي حلقة متعلقة بهذه البطولة اللي بالتأكيد الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا وضع ليها تفاصيل كثيرة جدا واهتمام كبير جدا عشان إنجاح هذا الحدث الكبير. الناس كتيرة ممكن تسأل من دلوقتي، هو ليه الأهلي ما لعبش المباراة الأولى؟ ليه الأهلي هو اللي هيبدأ المباراة الثانية والمباراة تكون على أرضه؟ لأن الأهلي مصنف ضمن أبرز الأندية على المستوى الإفريقي وعلى المستوى القاري والدولي، الأندية صاحبة الألقاب والنتائج المتميزة في كأس العالم للأندية في البطولات التي نظمها الاتحاد الدولي خلال آخر 15 سنة، وتحديدا خلال آخر 3 سنوات نجح الأهلي في اقتناس ميدالية برونزية سواء في قطر أو في الإمارات أو حتى في المغرب أو حتى البطولة الأهلي شارك فيها في النسخة الأخيرة العام الماضي في المملكة العربية السعودية. لذلك الفيفا وضع الأهلي في مكانة مختلفة بعيدة تماما عن مكانة بطل آسيا أو بطل قارة أوكيانوسيا. بإذن الله في الأعوام القادمة مع تحقيق نتائج إيجابية أكتر في البطولات القادمة والمشاركة في مونديال الأندية في الولايات المتحدة الأمريكية نقدر نكون في تصنيف أفضل، وبإذن الله إن شاء الله عبر برنامج الترند مع قرب موعد قرعة مونديال الأندية في الولايات المتحدة الأمريكية هيكون عندنا مفاجآت مدوية متعلقة بالتصنيف، شكل المجموعات، وضع المباريات، الأهلي انطلاقته في أول مباراة قد تكون مع مين. كل ده في الحلقات اللي جاية، ولكن النهاردة ضربة البداية مع الفيفا هتكون مع كأس فيفا انتر كونتيننتال والبداية بكأس القارات الثلاث وليست كأس الأفرو-آسيوي. دي نقطة مهمة جدا عشان نوضح لكل السادة المشاهدين. حلقة النهاردة هيكون فيها كلام كتير جدا، المؤتمرات الصحفية، الاجتماع الفني، الاجتماع الأمني، أبرز تصريحات مارسيل كولر، تصريحات محمد الشناوي في المؤتمر الصحفي منذ قليل، وصول اللاعبين لاستاد القاهرة. النهاردة كان في بروجرام مختلف تماما لفريق النادي الأهلي. البعض كان بيعتقد الأهلي هيبدأ اليوم بتدريب في مختار التتش أو التجمع في مقر النادي في الجزيرة ثم الذهاب إلى استاد القاهرة، ولكن الوضع كله كان مختلف. التجمع صباحا، الإفطار مبكرا في فندق الإقامة، محاضرة، التوجه للاستاد، مؤتمر صحفي، التدريب في هذه اللحظات وأنا معاكم هيكون التدريب في استاد القاهرة أول ربع ساعة مفتوحة للإعلام. النهاردة كمان عندنا تفاصيل وصول وفد نادي العين الإماراتي، استقبال على أعلى مستوى من مجلس إدارة النادي الأهلي من خلال الوفد الرسمي اللي تم تشكيله وكان موجود النهارده في صاله مطار القاهره، صاله كبار الزوار الفي اي بي لاستقبال وفد نادي العين، دكتور محمد سراج، النائب محمد الجرحي، دكتور سعد شلبي، والاداره التنفيذيه اللي عامله مجهود كبير جدا، خليه نحل في الايام الاخيره والساعات الاخيره. كل التفاصيل دي، كل الاجواء دي هنعيشكم في قلب الحدث في استاد القاهره ان شاء الله، تغطيه خاصه واستثنائيه على مدار اليوم من خلال شاشه قناه النادي الاهلي. لكن كلمه سريعه هطلبها من جمهور النادي الأهلي. بكرة بإذن الله 60-70 ألف مشجع مش متفرج في استاد القاهرة، مساندة ومؤازرة وتشجيع للنادي الأهلي من أول دقيقة. دور الجمهور بكرة رقم واحد، مش رقم 12، رقم واحد. عليكم دور كبير جدا في مباراة بكرة. ابدأ التشجيع من أول ما الحكم التركي يطلق صافرة البداية لغاية ما تنتهي المباراة، وبإذن الله تنتهي المباراة في الدقيقة 90، ما نستناش الاكسترا تايم او يبقى فيها تلاعب في الاعصاب ونستنى اكسترا تايم او حتى لا قدر الله ركلات جزاء الترجيحيه. باذن الله الجمهور صدقوني انتوا عليكم عامل كبير جدا، ننسى كل اللي فات، خلاص ملف السوبر المصري اتقفل، السوبر الافريقي قصه وانتهت، بكره عندنا تحدي ببطوله قاريه مهمه جدا ليها ابعاد كتيره على مستوى وعلى نتائج وعلى البراند الخاص بالنادي الاهلي على المستوى العالمي في الفتره اللي جايه. حلقة النهارده زي ما قلت كل التفاصيل دي معانا، وكمان النهارده في الفقره الحواريه هينورني واحد من نجوم النادي الاهلي اللي كان ليه صولات وجولات مع النادي الاهلي على المستوى الافريقي وحتى في المشاركه في بطولات الفيفا كاس عالم في السنوات السابقه، الكابتن احمد عادل الظهير الايمن اللي انضم للاهلي في بدايه الالفيه وكان شارك لفترات طويله جدا مع النادي الاهلي في الفترات السابقه. لكن بسرعه نبدا حلقتنا بسؤال حلقه النهارده، وسؤال النهارده
بدري بدري كده نسخن قبل المباراه ب 24 ساعه. عايز اعرف توقعات حضراتكم على نتيجه مباراه الاهلي والعين الاماراتي، ومين ممكن يسجل الاهداف. كل واحد يدخل يشارك معانا في الاجابه على السؤال من خلال صفحات قناه الاهلي عبر السوشيال ميديا، صفحه الفيسبوك، صفحه الانستجرام، وعبر منصه اكس، تويتات بقى وتعليقات، وان شاء الله باذن الله تكون النتائج فيها تفاؤل بشكل الاهلي خلال الفتره اللي جايه. لكن نروح دلوقتي لاهم العناوين. البداية في ترند الأهلي، الفريق يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة العين الإماراتي. وكمان العين يخوض مرانه الرئيسي على استاد القاهرة الدولي. وفي الترند العالمي الليلة، الإعلان عن الفائز بالكرة الذهبية. ناس كتير محتاجة تطمن على فريق النادي الأهلي، قائمة الفريق، الفريق بيستعد ازاي؟ احنا امبارح كان عندنا بعض التفاصيل المتعلقة برولز البطولة والقواعد المتعلقة بالبطولة. تم تسجيل قائمة الفريق بالأمس على سيستم الاتحاد الدولي، 23 لاعب. طبعًا عندنا غيابات للأسف مؤثرة جدًا، نتمنى السلامة لمحمد هاني، خالد عبد الفتاح، كريم فؤاد، علي معلول، مجموعة للأسف غايبة عننا في هذه الفترة اللي فيها مباريات كؤوس كما وصف مارسيل كولر هذه الفترة الحرجة من بداية الموسم. بدل ما يبدأ موسم بفترة إعداد، مرة واحدة لقى نفسه داخل على ثلاث بطولات، سوبر إفريقي وسوبر مصري وبطولة فيفا إنتر كونتيننتال. والناس ما تنساش إن البطولة دي مكملة معانا إن شاء الله، إذا ربنا كرمنا يعني كسبنا بكرة وعدينا، إحنا عندنا قائمة تانية هنبعتها في نص نوفمبر عشان نشارك في 14 و18 ديسمبر في ملعب 974 والفاينل أمام نادي ريال مدريد على استاد لوسيل. طبعا القائمة إجبارية، يعني البعض كان بيحاول يعمل سبق على فكرة القائمة، هي القائمة إجبارية، عندك إصابات، عندك غيابات، فأنت القائمة يا دوبك في العدد المحدود اللي موجود معاك، وجود السولية، وجود إمام عاشور، وجود محمد مجدي قفشة مع ثلاثي حراس المرمى الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء، عندك محمد هاني أكيد طبعا في الفترة الأخيرة موجود مع الفريق وكان مصاب، لكن عندك اللي عوضه بكرة أكرم توفيق، عمر كمال عبد الواحد، في ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، أشرف داري بإذن الله يكون متواجد في القائمة ونطمئن عليه من خلال التدريب النهاردة، هل ممكن يبدأ ولا يبقى على الدكة. في النهاية أنتوا بكرة هتشوفوا 23 لاعب في القائمة، بكرة القائمة 23 لاعب. البعض ممكن يعتقد أن 23 يتشال منهم 3، لا، قواعد الفيفا في هذه البطولة 11 لاعب في الملعب و12 لاعب على دكة البدلاء، 12 لاعب على دكة البدلاء، التغييرات 5 تغييرات، ونفس النظام المتعلق بالتغييرات سواء في الشوط الأول أو ما بين الشوطين، ليك 3 توقفات تعمل فيهم التغييرات الخمسة، وفي تغيير إضافي لو بتلعب إكسترا تايم، ولا قدر الله ليك تغيير إضافي آخر لو حصل حالة ارتجاج زي ما حصلت مع يوسف أيمن في بطولة السوبر ما بين الأهلي والزمالك، وللأسف طبعًا عشان الناس في اتحاد الكورة مش مدركة بتعديلات الفيفا، ما بتغيرش اللوائح، بتلعب لائحة السوبر بلوائح عفى عليها الزمن وما عملتش حسابها ان الفيفا حط قواعد طبيه متعلقه باصابات اللاعبين. طيب قدامنا على الشاشه دي لقطه خاصه وحصريه الان في استاد القاهره، الكابتن محمود الخطيب حريص ان يكون متواجد مع اللاعبين من اول لحظه في استاد القاهره وقبل نزول اللاعبين للتدريبات. هذه اللقطات على الهواء مباشره من استاد القاهره الدولي، الكابتن محمود الخطيب حريص بنفسه يكون متواجد ومؤازر للاعبين. كابتن الخطيب عارف أهمية المرحلة، أهمية المباراة، وجوده بيوصل رسالة مهمة جدا للعيبة وللجهاز الفني وللجمهور. بإذن الله إن شاء الله المشهد بكرة يكون مشهد كرنفال رائع، نحتفل بإذن الله بالانتصار. طبعا شايفين استاد القاهرة بكرة هتشوفوا شكل مختلف عن الشكل اللي كان موجود في الاستاد قبل كده، لأن خلاص في اجتماعات تمت مع الاتحاد الدولي، مع الاتحاد الإفريقي، مع النادي الأهلي. يحيى عطية الله اهو مع الكابتن محمود الخطيب، كل لاعب حريص وهو نازل لأرضية الملعب، وجود رئيس النادي الأهلي وبحجم ومكانة الكابتن محمود الخطيب أكيد بيبقى ليها رسالة إيجابية جدا ورسالة مهمة جدا. شايفين طبعا اللعيبة، كابتن محمد الشناوي بعد ما خرج من المؤتمر الصحفي بيجتمع هو كلام سريع مع الكابتن محمود الخطيب قبل النزول للملعب. اللحظات اللي زي دي بتبقى لحظات تاريخية، يعني عايز أعيشكم معايا في الحدث وأنتم شايفين المشاهد اللي زي دي، أكيد بتبقى مهمة جدا لجمهور النادي الأهلي، لأنك قاعد في البيت ماسك الموبايل أو فاتح التاب شغل السوشيال ميديا عايز تعرف إيه اللي بيحصل. أنا عايشك في الحدث وهتبقى في قلب الاستاد وتشوف كل التفاصيل. لسه الحالة فيها كواليس كتيرة، ولكن نخرج إلى فاصل ثم نواصل بعد الفاصل.
اهتمام كبير جدا بخصوص مباراه الاهلي والعين الاماراتي. انت بتتكلم على مباراه بتجمع ثلاث قارات. طبعا كان في جوله سابقه العين كسب اوكلاند سيتي، ودلوقتي العين جاي يلاعب بطل افريقيا على ارضه ووسط جماهيره. ووجود المباراه هنا في القاهره وعلى ارض النادي الاهلي نتيجه ان النادي الاهلي تصنيفه اعلى من بطل اسيا، تصنيفه في الرانكينج الخاص بالاتحاد الدولي اعلى من العين الاماراتي. فالاهلي مصنف ضمن افضل الانديه على مستوى العالم وعلى مستوى القارات، فلذلك بطل افريقيا بيستقبل بطل اسيا على ارضه. مباراه فيها اهتمام كبير جدا، فيها زخم اعلامي على اعلى مستوى. واحنا امبارح كنا انفردنا بخبر ان المباراه هيتم نقلها من خلال 20 كاميرا. في انتاج عالي جدا لنقل هذه المباراه، وقلنا ان في مخرج اجنبي. وقدامكم على الشاشه دي الكاميرات الخاصه بنقل المباراه. في الكاميرا الدرون، كاميرا اماميه، في الكاميرا الخلفيه، في الكريت. بصوا كل الامكانيات المتاحه لانتاج المباراه وتصويرها من خلال مخرج اجنبي، من خلال كرو المصورين، يمكن خمس مصورين اجانب مساعدين للمخرج الاجنبي، مخرج برتغالي على حسب معلوماتي. فانتوا بتتكلموا على امكانيات عاليه جدا، هتشوفوا بكره نقل تلفزيوني طبقا للقواعد والرولز اللي وضعها الاتحاد الدولي لم يسبق لها مثيل. بالاضافه لكده الاعادات كمان بكره في المباراه، انت هتلاقي اعادات من زوايا مختلفه. هتلاقي الفار بكره بيشتغل من زوايا انت عينك ما شفتهاش لا في دوري ابطال افريقيا ولا حتى في مباريات الدوري المصري. بكره هتشوفوا مباراه وكانك بتتفرج على الاهلي والعين الاماراتي في سانتياغو برنابيو، اكنك بتتفرج عليهم في مباراه بتتلعب مثلا في البريمير ليج. تصوير، انتاج، حضور، شكل الاستاد، التحضير، القواعد اللي وضعها الفيفا. في وفد من الفيفا على فكره وصل اول امس وعمل اجتماعات على مدار 48 ساعه في استاد القاهرة الدولي. فاللقطات دي احنا دايما بنعيشكم في الحدث وبنعرفكم بكرة حتى وضع الكاميرات، الدرون اللي هيكون موجود في الملعب. بكرة هتشوفوا امكانيات على اعلى مستوى لنقل وانتاج مباراة الاهلي والعين الاماراتي. كمان عايز اطمنكم على فكرة على وضع اللاعبين في الفترة اللي جاية. كان الفترة الاخيرة طلع كلام كتير جدا، لعيبة كتير عقودها هتنتهي. انتوا عارفين ان الفترة الحالية في ضغط مباريات، وانت بتبدأ موسم بثلاث بطولات. هل هيبقى عندك مساحه انك تقعد تتكلم مع لعيب وتتفاوض معاه على التجديد، على زياده المده، على زياده العقد؟ اكيد لا. بس انا بقول لكم باذن الله بعد مباراه العين ومع بدايه الدوري هتلاقوا الفتره الجايه في اجتماعات بتتم لحسم ملفات التجديد مع العديد من اللاعبين، ابرزهم ثلاثي حراس المرمى الشناوي مصطفى شوبير حمزه علاء في الفتره القادمه، وتحديدا كمان الشناوي وحمزه علاء عشان عقدهم هينتهي بنهايه الموسم الحالي. وقدامنا طبعا دي لقطات لمحمد الشناوي في تدريبات سابقه. باذن الله هينتهي، يمكن زي ما انتم شايفين بيبقى في اجراءات هتبدا من الكابتن محمد رمضان عقب مباراه العين الاماراتي لتجديد التعاقد مع الشناوي وحمزه علاء في الفتره اللي جايه، عشان يكون في مزيدا من التركيز بقى والتفكير اكتر في المباريات والبطولات اللي جايه. ضغط غير طبيعي خلال الموسم الحالي. طيب ده جانب متعلق بالاهلي، لان الفتره الاخيره السوشيال ميديا كلام كتير قوي على موضوع حراس المرمى. حتى النهارده في المؤتمر الصحفي برضو السؤال التقليدي، الروتيشن اللي بيحصل في مركز حراسه المرمى. الشناوي قال يا جماعه انا السؤال ده سالته 100 مره قبل كده ورديت عليه. راح كولر على طول خد الكلمه من الشناوي وقال سؤال ليس له محل من الاعراف في التوقيت ده، وقلتها انا عين ومنتخب الامارات واحد اعمده الدفاع في نادي العين في الفتره من 98 ل 2009 واحد الاعمده الكبيره في خط الدفاع على المستوى الدولي مع منتخب الامارات لحوالي 6 سنين من 2001 ل 2007. كابتن علي برحب بيك، منور الدنيا، سعداء بوجودك معانا على شاشه قناه الاهلي، واكيد منور بلدك الثاني مصر. انا الاسعد استاذ محمد، وتحياتي لجميع المستمعين لهذا البرنامج الجميل. ونحن في مصر ام الدنيا صراحه، الواحد يعجز عن ايجاد الكلمات المناسبه لهذا الاستقبال وحفاوه الاستقبال في بعض من الجماهير اللي كانت موجوده من يومين ومن ثلاث ايام في القاهره بانتظار هذا اللقاء الكبير اللي راح يجمع العملاقين اللي على مستوى الكره العربيه. ونسال الله سبحانه وتعالى ان يكون اللقاء ان شاء الله ممتع للجميع، سواء جماهير النادي الاهلي الكبير او جماهير العين اللي قادمه من دوله الامارات العربيه المتحده. المباراه في حد ذاتها اكيد لم يسبق لها مثيل بحجم مباراه تحت شعار الاتحاد الدولي فيفا. فشايف الاجواء ازاي المباراه وعلى المستوى الفني كمان؟ والله على الاقل خليني احدثك عن اجواءنا نحن العينويه استعدادا لهذه المباراه. للامانه هذا اللقاء الاول اللي يجمع بين العين والاهلي المصري كبير الكره العربيه وسيد افريقيا والنادي الاهلي المصري. اليوم حتى لو ما كانت المباراه رسميه، حتى لو كانت المباراه غير رسميه، هذا يعتبر تشريف لاي لاعب يخوض لقاء امام الاهلي المصري في وسط
جماهيره في ملعب استاد القاهره. هذه فرصه كبيره تسجل في سجلات هؤلاء اللاعبين اللي نتمنى ان شاء الله انهم يكونون عند حسن الظن ويقدمون مباراه كبيره مع زملائهم في النادي الاهلي. طيب فريق العين الاماراتي، يمكن وانا بقى بكلم واحد من المدافعين صخر الدفاع العين في فتره ذهبيه، هل العين السنه دي بيعاني في خط الدفاع ولا التعديلات اللي تمت على التشكيله صفقات جديده ضمت لسه الفريق في بدايه شكل بدايه الموسم؟ صحيح. هو شوف للامانه يعني على اساس اكون صريح معاك، هو الفريق دائما العين لما يكون في افضل حالاته يتميز بان الدفاع المجموعه يكون عنده على مستوى عالي جدا. لكن الفتره الماضيه نفس ما ذكرت بان الفريق استقبل العديد من الاهداف خصوصا في المباريات الكبيره على مستوى النخبه الاسيويه حتى على مستوى الدوري، وكانت مش فقط بسبب اللي هو العناصر الفرديه اللي موجوده في خط الدفاع، لكن هي منظومه الفريق الدفاعيه اللي تحتاج الى عمل كبير من السيد هرنان كرمسلو خلال الفتره القادمه خصوصا امام فريق الاهلي المصري في مباراه بكره. لكن انا اعتقد ان المجموعه عندها الامكانيه انها تقدم مباراه دفاعيه على مستوى كبير، خصوصا انهم يمتلكون امكانيات. نحن نتكلم عن بارك لاعب منتخب كوريا، نتكلم عن يحيى لاعب منتخب الامارات حاليا ومحور، نتكلم عن كوامي لاعب منتخب الامارات، كاردوسو والقادم من الدوري البرتغالي، بندر لاعب منتخب الامارات، ايريك واحد من افضل الاظهر الشمال الموجودين على مستوى الكره الاماراتيه، كذلك عندك مجموعه كبيره من اللاعبين اللي ممكن يعملون كسته موجودين في كمحاور واربع مدافعين، وحتى مع الكابتن خالد عيسى اللي ما كان متوفق في المباراه الماضيه، لكن الجميع يعلم امكانيات هذا الحارس وامكانياته الكبيره، وكان مساهم بشكل كبير بان هذا الفريق يصل في يوم من الايام الى نهائي كاس العالم للانديه، وكذلك قدم مستويات كبيره جدا مع المنتخب في بدايه التصفيات. انا دائما انظر الى الموضوع بان لكل مباراه ظروفها الخاصه استاذ محمد، يعني اليوم لا يمكن انك تحكم على شكل الفريق الدفاعي بناء فقط على ما شاهدته في اخر ثلاث او اربع مباريات للفريق، لان لكل مباراه ظروفها الخاصه. في بعض المباريات العين كان مطالب بالذهاب للامام، مطالب بتقديم شكل هجومي مميز، ومجموعه اللاعبين اللي على الاطراف بالنسبه للعين لما تتكلم عن رحيمي، تتكلم عن كاكو، تتكلم عن زنابري الارجنتيني القادم اخيرا مؤخرا من الدوري الارجنتيني، هذول اللعيبه يمتلكون مواصفات هجوميه اكثر من انهم مواصفات دفاعيه، ويحتاجون فتره طويله جدا عشان يتاقلمون على السيستم التحول الدفاعي او الارتداد الدفاعي بطريقه ممتازه. لكن انا شخصيا اعتقد ان شكلك الدفاعي يعتمد دائما على قيمه المنافس اللي يكون امامك. انت لما تلعب مباراه مع نادي كبير وعملاق مثل النادي الاهلي المصري، لا يمكن انك تلعب مباراه مفتوحه او لا تعتقد انك ستجد المساحات اللي من خلالها ممكن تقدم مباراه هجوميه على مستوى عالي. فانا من هذا المنبر وامام مستمعينك ومعك استاذ محمد، اعتقد ان مباراه الغد راح يكون شكل الفريق دفاعيا ربما في افضل حالاته. طيب سؤال اخير، بكره هتكون موجود في استاد القاهره، مستني اللحظه دي طبعا. اكيد مشهد بتستناه وبتترقبه، احساسك ايه؟ طبعا احساس التواجد استاذ محمد في ملعب القاهره معقل النادي الاهلي المصري وامام جماهيره اللي الجميع يتحدث بان مجرد الدخول من بوابه هذا الاستاد هي تسجيل لسجل جديد في السي في، سواء لك كلاعب او لمدرب او حتى كمتابع واداري مع الفريق. هذا حدث كبير جدا بالنسبه لنا كعين، ولا تنسى بان المباراه هذه هي تشمل بطل ثلاث غارات، يعني غنوسيا، افريقيا واسيا، المباراه الافرو اسيويه المنتصر فيها او المشارك فيها، خليني اقول حتى قبل الحديث عن نتيجه المباراه، المشارك فيها هذا يعتبر سجل اسمه في التاريخ يعني. في سجلات التاريخ طبعا. اكيد كابتن علي، انا بشكرك، منور الدنيا ومنور مصر، وبالتوفيق دايما باذن الله. شكرا جزيلا كابتن علي مسري، احد اعمده الدفاع في فريق العين ومنتخب الامارات في فتره ذهبيه جدا في الفتره الاخيره. بالمناسبه قبل ما اطلع لفاصل، النهارده كان في قلت لكم كذا اجتماع فني واجتماع امني. في الاجتمااع الفني النهارده كان موجود دكتور احمد جاب الله طبيب الفريق، ووائل محمد واحمد فوزي ومحمد اسامه اداري النادي الاهلي، مع جانب ممثل من نادي العين بالاضافه الى جانب الممثل من الفيفا مراقب المباراه، وبالمناسبه كندي من اصل مغربي هيكون موجود في مراقبه المباراه بكره مع مندوب استاد القاهره، اتحاد الكره، لجنه المنشطات، مسؤول الحقوق البث والنقل التلفزيوني. الاهلي هيرتدي بكره الزي الاساسي ليه، التيشيرت الاحمر، الشورت الابيض، فريق العين طبعا باللون البنفسجي اللون المعروف والمميز بيه، بالاضافه كمان ان حارس المرمى هيكون باللون البني، هيكون لابس تي شيرت باللون البني. نتمنى ان شاء الله نشوف مباراه على اعلى مستوى. يمكن ده شايفين على الشاشه اهو، ده ازاي فريق النادي الاهلي التي شيرت الاحمر والحارس المرمى اللون البنفسجي، لكن فريق العين الطاقم اللي هو الاسود اللي فيه موف مع الحارس اللي هيكون لابس الطقم اللون اللبني. دي الزي اللي هيكون موجود في مباراه بكره. والنهارده على فكره الاتحاد الدولي منح النادي الاهلي شهاده
شهاده، مش هقول شهاده تقديريه، شهاده مسجله باسم النادي الاهلي كافضل الانديه التي تشارك بشكل دائم في بطولات الاتحاد الدولي. ما في بطوله وما في مباراه تحت شعار الفيفا الاهلي بيشارك فيها الا ما بيكون في شهاده من الاتحاد الدولي موقعه من السويسري جياني انفانتينو. لو الشهاده معانا على الهواء اهي زي ما انتم شايفين، تو ذا تيم اوف الاهلي اف سي، ودي شهاده بتوقيع السويسري جياني انفانتينو رئيس الفيفا، دي شهاده المشاركه. الشهادات دي والصور دي كلها موجوده في متحف الاهلي في مقر الجزيره، تاريخ كبير جدا واصاله وعراقه ليها تفاصيل وكبيره جدا تدل انك فعلا اكبر قلعه رياضيه في مصر والوطن العربي وفي القاره الافريقيه. فاصل ثم نواصل. اهلا بحضراتكم من جديد. اكيد التغطيه مستمره ولسه عندنا كواليس وتفاصيل اكتر بخصوص مباراه الاهلي والعين، لكن محتاجين نخرج شويه بره اطار المباراه ونقرب من شخصيه مارسيل كولر. مدرب سويسري اشتغل في اوروبا فتره طويله جدا، عمل مع منتخب النمسا فترات طويله جدا، لعب وتاهل الى بطوله اليورو، عمل انجازات طيبه على المستوى الاوروبي. يمكن ناس كتيره ما راحتش لفكره هو المنتاليتي او التفكير او الشخصيات اللي اشتغلت مع كولر في السنوات اللي فاتت كانت ايه، مين ابرز الناس، كانت ايه ابرز الافكار اللي بيشتغل عليها. النهارده احنا معانا في الترند كابتن او مستر فرانز فولفيرت، هو مدرب حراس مرمى منتخب النمسا واللي عمل لفتره ليست بالقصيره مع مارسيل كولر، خلال فتره شهدت افضل انجازات للكره في النمسا على المستوى الاوروبي وفي بطولات اليورو. انا برحب في البدايه بمستر فرانز فولفيرت معنا على شاشه قناه الاهلي. مساء الخير، تحياتي لكم، اهلا وسهلا. طبعا عملت مع مارسيل كولر في منتخب النمسا ويمكن فتره ليست بالقصيره، عايز اعرف يعني كولر على المستوى الشخصي وعلى المستوى التدريبي اهم ما يميزه، خاصه انه مع الاهلي حاليا عامل انجازات على المستوى الافريقي في قاره مختلفه، سواء على مستوى المعيشه او النتائج او الاداء ما بين قاره افريقيا وقاره اوروبا. نعم بكل تأكيد هناك أشياء كثيرة لابد من أن نحكي عنها، عن مارسيل كولر، عن شخصية مارسيل كولر. بكل تأكيد أتفق معك، لابد من شرح شخصية مارسيل كولر وتعريف الجماهير في مصر بالتأكيد عن شخصية مارسيل كولر. نعم أنا عملت معه لوقت طويل بكل تأكيد، عملنا سويا مع المنتخب النمساوي في عام 2012 و2013 بالأخص، كان هذا التوقيت هو الوقت المهم لنا في حقبة مارسيل كولر مع المنتخب النمسا. هو كان بكل بمعنى الكلمة هو كان البوس، الرئيس كما نسمي ذلك، يحمل معاني الإدارة والقيادة بشكل كبير، وأرى ذلك أنه يمتلك شخصية القيادة وكان دائما في كل المواقف التي نمر بها القائد الحقيقي لنا، نرجع له في كل الأمور ويساعدنا ويدير الفريق والمنظومة بشكل احترافي. هذا أهم ما يميز مارسيل كولر على المستوى الشخصي. في عام 2016 مع النمسا ظهرنا أيضا بشكل كبير وشكل ناجح، وهذا يعود لشخصية مارسيل كولر وقيادته الكبيرة لنا. أكيد. طيب كولر حاليا مع الأهلي بيعمل إنجازات على المستوى القاري وعلى المستوى الدولي كبيرة جدا، ولكن أنا هنتقل لفكرة المشاركة الدولية لكولر مع الأهلي. لعب مع الأهلي كأس عالم للأندية في أكثر من بطولة، كان متواجد على منصة التتويج مع السويسري جياني انفانتينو رئيس الفيفا. علاقة كولر بمجتمع كرة القدم في أوروبا، هل نتائجه على المستوى الإفريقي مع الأهلي لها صدى كبير في المجتمع الأوروبي؟
Ich habe jetzt leider die Fragen nicht ganz verstanden. لم أسمع السؤال بشكل جيد، ولكن في أوروبا وفي النمسا الأمر مختلف. أعلم وأعرف أن الأهلي في أفريقيا هو الفريق الأكبر والفريق الأعظم وفريق البطولات، وأعلم ذلك، والمنافسة قد تكون مختلفة في أفريقيا عن أوروبا، ولكن شخصية مارسيل كولا تستطيع التأقلم في أي مكان ويستطيع أن يفرض شخصيته. أعلم ذلك أن الفرق الأفريقية والمنافسة هناك قد تكون مختلفة بشكل كبير، ولكن هناك أسرار دائما، أسرار للتفوق، أسرار للنجاح، وأسرار خلف نجاح مارسيل كولا. وهذا ما عشته مع مارسيل كولا في هذه الحقبة مع منتخب النمسا. طيب. يستطيع التعامل مع كل المنافسات، مع كل البطولات أو كل المنافسات بكل تأكيد. وأحمل أنا شخصيا شكر كبير لمارسيل كولا على هذه الإنجازات وعلى ما يقدمه، سواء كان في النمسا أو مع النمسا أو سواء في أفريقيا بكل تأكيد مع الأهلي. طيب، في جزئية حراسة المرمى، هل بتبقى المساحة متروكة لك كمدرب حراس وانت بتختار الحارس اللي هيكون في المباراة، ولا في تشاور مع كولر؟ كولر بيفكر ازاي في جزئية حراسة المرمى؟ بيميل لفكرة الروتيشن، ولا بيبقى القرار الأول والأخير لمدرب الحراس؟ لم أستطع سماع السؤال بشكل جيد، هناك مشاكل تقنية أعتقد ذلك. طيب، على مستوى حراسة المرمى، القرار الأول بالنسبة لمدرب الحراس هو قراره، ولا بالتشاور مع المدير الفني مارسيل كولر عندما اشتغلوا مع بعض في المنتخب النمسا؟ بطهى لأن أكيد الحوار مع الشخصيات اللي كانت قريبة جدا مع مارسيل كولر في الفترات السابقة قبل ما يجي يشتغل في أوروبا، أو قبل ما يجي يشتغل في أفريقيا، أو حتى في النادي الاهلي، كانت فترات اكيد مهمه جدا. يمكن ناس كتير ما راحتش للجزئيات دي. كولر لما كان بيشتغل مع الجهاز المعاون، طريقه التفكير، يمكن المدرب فرانز فولفر تتكلم في نقطه مهمه جدا، قال لك ليدر، البيج بوس، يعني هو قائد المجموعه كلها. اتكلم على نجاحاته، اتكلم على شغله مع النادي الاهلي. طبعا الكره الافريقيه مختلفه تماما عن الكره في اوروبا، ولكن اكيد كل ده برضو صيت النتائج وصل هناك في اوروبا وسمع عنه بنسبه كبيره. طيب، سؤال اخير مستر فرانز فولفرت، الجزئيه المتعلقه بحراسه المرمى، هل قرار المشاركه للحارس بيرجع ليك كمدرب حراس، ولا كولر دايما متعاون معاك في هذه الجزئيه، ولا قراره هو الاول والاخير؟ طب، واضح ان السؤال كان صعب شويه والموضوع صعب يوصل لفرانز فولفرت. اكيد كانت مهمه جدا هذه الاطلاله مع مدرب حراس مرمى منتخب النمسا في فترة ذهبية عمل فيها مع مارسيل كولر، وحققوا نتائج كبيرة جدا في الفترة الأخيرة. فاصل، وبعد الفاصل الفقرة الحوارية مع الكابتن أحمد عادل، عندنا تفاصيل كتيرة، أخبار الفريق، كواليس من استاد القاهرة، آخر الأخبار، وأكيد تفاصيل كتيرة هنسأل فيها الكابتن أحمد على موضوعات فنية لمباراة الأهلي والعين بكرة بإذن الله. من الفقرات الثابته اللي هتكون معانا في برنامج الترند، واحنا لسه عندنا تفاصيل كتيره وفقرات لسه حاطينها كده مخبيينها لغايه لما تطلع في التوقيت المناسب، بس الترند راجع بشكل مختلف. من ضمن الفقرات هيكون معانا فقره ثابته اسمها نادي القرن. نادي القرن يعني ايه؟ يعني اسمك وتاريخك ومكانتك واللقب الكبير ده لازم يكون مستغل اعلاميا على اعلى مستوى من خلال شاشه الاهلي. ازاي؟ عندك دوري ابطال افريقيا، عندك مشاركات تاريخيه على المستوى الافريقي، عندك بطوله مونديال انديه في امريكا، عندك كاس فيفا انتر كونتيننتال، والبدايه النهارده مع نادي العين. لذلك فقره نادي القرن لازم تليق باسم ومكانه الاهلي لما نتكلم على مشاركه الاهلي على المستوى الدولي مع واحد من نجوم النادي الاهلي. النهارده بيشرفنا في اول فقره وفي اول ضيف في هذه الجزئيه الكابتن احمد عادل، احد نجوم النادي الاهلي والظهير الأيمن، واللي شارك مع النادي الأهلي في كأس العالم للأندية 2006 بعد الفوز على الصفاقسي في نهائي دوري الأبطال بنتيجة كانت مفاجأة مدوية بهدف في الثواني الأخيرة لمحمد أبو تريكة. كابتن عادل، منور الدنيا وسعداء بوجودك معانا في برنامج الترند.
حبيبي يا سعيد، سعيد ان انا موجود معاك النهارده في اضخم شاشه على مستوى الوطن العربي وفي افريقيا وفي مصر. بالتوفيق، حاجه فعلا مشرفه وحاجه تشرف قناه الاهلي وتشرف اسم الاهلي. اسم الاهلي كبير بتتويجاته بالقابه ببطولاته بانجازاته، فسعيد ان انا موجود معاك النهارده. حبيبي يا كابتن احمد، واحنا معانا برضو ضيف يعني دايما موجود معانا على طول، كاس السوبر المصري، واحنا بنتكلم على بطولات والقاب وتاريخ كبير جدا، والكابتن احمد معانا ومعانا ضيف كاس السوبر النهارده اكيد بعد الفوز بالبطوله على حساب الزمالك. بس الكاس خلاص اتعودنا عليه، احنا حامل اللقب اخر مره طبعا، والبطوله الحمد لله احنا بنتكلم في 14 15 لقب يعني. يمكن بص ده اللي يمكن هتلاقي كلامك على طول على اللي جاي، مباراه العين صح. خلاص هي بطوله وخلاص، ودي مقاومات اللي موجوده عند اوضه لبس النادي الاهلي، ان هي دايما هي هدفها البطوله، بتحقق البطوله، بطوله وتضاف لدولاب تاريخ النادي الاهلي. السوبر المصري بطوله مهمه زي اي بطوله ما بتكون مهمه، دايما الاهلي حرصه على البطوله مش حرصه بيكسب مين او بيتغلب على مين او بيتفوق على مين، لان اللي بيتكلم عن النادي الاهلي بطولاته، اللي بيتكلم عن النادي الاهلي انجازاته. فاكيد كالسوبر موجود في مكانه الطبيعي، السوبر المصري اكيد بطوله 15 زي ما اتكلمنا قبل كده على بطولات النادي الاهلي، هي اللي بتتكلم عن النادي الاهلي، اكيد بطوله مهمه. غدا باذن الله ممكن يعني ان شاء الله اذا ربنا كرمنا هيكون عندنا كاس زي ده. يعني بكره الفكره مش في المباراه المكسب والتاهل بس، لا، للمشهد اللي احنا شايفينه ده ممكن يكون معانا في قناه الاهلي يا رب باذن الله اذا تم اجتياز نادي العين، لان بعد المباراه في مراسم تتويج، في تسليم ميداليات للفريق الفايز والفريق البطل، الجائزه 2 مليون دولار ومعاه كاس. يعني طبعا اكيد لسه هنشوف الشكل بتاعه لان اكيد هيبقى مفاجاه، بس الكاس ده بطوله قاريه اسمها كاس القارات الثلاث، افريقيا واسيا والاوكيانوسيا، تحت شعار كاس فيفا انتر كونتيننتال للانديه الابطال في مستوى القارات. اكيد زي ما بقول لك يا سعيد، يعني ايه الهدف او ايه تواجد النادي الاهلي او في ايه المناسبه بتاعت غدا ان النادي الاهلي يكون موجود فيها، لان هو بطل القاره، بطل القاره مش بالكلام ومش بالشعارات، بطل القاره بارقامه بمكانته، ان انت بتلعب بكره اكيد بانجازاته بارقامه ببطولاته، انت بتلعب بكره البطوله دي ما حدش طلع يتكلم ولا هتلاقي حد طلع يتكلم النادي الاهلي بيلعب ليه، لان معروف النادي الاهلي بطل القاره، ان هو في بطوله مهمه شبه دي او زي دي، الاعلى تسويقيا، الاعلى اسما، الاعلى القابا، هو اللي بيشارك في البطوله دي، بدليل النادي الاهلي عنده مباراه مهمه. ومش هتلاقي اوضه لبس النادي الاهلي او اللعيبه بتفكر في الكلام ده كله، بتفكر ازاي اتخطى او اكسب فريق العين، فريق محترم عندهم بطوله تانية مركزين فيها بشكل كبير، لعيبه على قد المسؤوليه، لعيبه مقدره هي بتلعب فين، موجوده في مكان كبير اسمه النادي الاهلي، تيشيرت النادي الاهلي مش تيشيرت تقيل على اللعيبه، لكن عارفين قيمته بشكل كويس، وده بيظهر اكيد في المباريات. محدش اتكلم وقال لك ليه الاهلي بيستضيف العين على ارضه؟ ليه ما كانش الماتش في العين؟ تصنيف ونظام والفيفا وضع قواعد، ما سمعناش احنا بقى حد قال لك اشمعنى نظريه المؤامره. نظريه المؤامره طبعا مش موجوده، لا مش موجوده. دايما هتلاقي نظريه المؤامره موجوده عند الجانب الاخر لكن مش موجوده عند النادي الاهلي. النادي الاهلي دايما شغال، انا دايما بوصف النادي الاهلي او بوصف النادي الاهلي هو زي القطر ماشي في سكته، ما يفرقش مع مين يقول عليه ايه، لكن دايما هو هيحقق التارجت بتاعه، دايما هيوصل لخط النهايه. واكيد مجلس اداره النادي الاهلي باللعيبه بالجهاز الفني مقدرين حجم المسؤوليه اللي على النادي واسم النادي، عشان كده دايما النادي الاهلي ماشي ملهوش اي علاقه باي مهاترات خارجيه، هو دايما هدفه البطوله. يمكن احنا تربينا في النادي الاهلي حتى من الناشئين في النادي الاهلي تربينا ان انت دايما بتلعب على الاول، التاني زي الاخير، فدايما السمه او الصفه اللي عند اللعيبه او عند اوضه اللبس دايما هي بتلعب على الاول، دايما هي بتلعب على البطوله. المركز الثاني ما يناسبش النادي الاهلي وما يناسبش اسم النادي الاهلي، عشان كده بقول لك دايما النادي الاهلي على منصات التتويج هو رقم واحد. اكيد نقطه على فكره غايبه عن ناس كثيره في الاعلام، ان التصنيف هو اللي منح الاهلي الحق في استضافه العين هنا في القاهره، كل حاجه ليها قواعد. ولكن عموما هنتخطى هذه النقطه ونروح بسرعه لاستاد القاهره مع زميلنا كريم احمد موفد قناه الاهلي اللي حضر النهارده الجانب المتعلق بالتدريب، المؤتمر الصحفي، كل الجوانب المتعلقه بالتحضير قبل مواجهه الغد مع العين بطل اسيا. كريم مساء الفل، تحياتي ليك وتحيات كابتن احمد عادل ليك، وعايزين نطمن منك على اخر الاخبار والترتيبات الخاصه بالاهلي قبل مواجهه العين غدا في 8 مساء على استاد القاهره الدولي.
كل التحيه والتقدير ليك زميلي العزيز محمد سعيد والكابتن احمد عادل وكل مشاهدينا وكل جمهور النادي الاهلي في كل مكان. يعني ان شاء الله باذن الله محمد الاجواء كلها والظروف والتحضيرات سواء التحضيرات الفنيه التحضيرات الاداريه الخاصه بالجمهور كل الاجواء والظروف والمناخ باذن الله ان شاء الله يكون يوم سعيد ويوم فرح على كل جمهور النادي الاهلي. واحده من المباريات الصعبه والغايه في الصعوبه كمان لكلا الفريقين، الكل بيحضر الكل بيجتهد سواء نادي العين الحقيقه بيقوم بمجهود اكيد تحضير على مستوى طبعا اللاعبين على مستوى الجلسات النفسيه، وعلى الجانب الاخر كالعاده النادي الاهلي وميزه لاعبي النادي الاهلي بقيمته الكبيره الفصل بين البطولات، ده امر بيكون مهم جدا. وعشان كده الفريق البطل يا محمد بيطلع من بطوله لبطوله برغبه متجدده بمعنويات مرتفعه، عشان كده بنراهن على لعيبه النادي الاهلي وعلى الجهاز الفني، ده مش جديد علينا ان احنا نكون مركزين جدا في مباراه بقوه هذه المباراه على المستوى الفني رغم الغيابات ورغم طبعا الاصابات، لكن الحمد لله يعني وصولا حتى هذه اللحظه الامور كلها ماشيه بشكل طيب جدا لكل لاعبي النادي الاهلي. يمكن كلمت امبارح طبعا على يوسف اللي هو الوحيد طبعا اللي هيكون مش متواجد، لكن النهارده بنشوف داري وكمان بنشوف كهربا، ودي نقطه مهمه جدا ان احنا نشوف محمود عبد المنعم كهربا في التدريب الرئيسي والاخير قبل مباراه بقيمه وحجم نادي العين الاماراتي، يكون ليه دور او ملوش دور في التواجد في القائمه او خارج طبعا القائمه، كل الامور دي بتكون معروفه عن الجهاز الفني وتحديدا مستر كولر، لكن نفسيا الحقيقه بيكون امر مهم جدا. نقطه من اول السطر كهربا كالعاده طبعا ان شاء الله باذن الله يكون ليه تاثير مع فريق النادي الاهلي خلال المرحله القادمه. عايز اقول لك يا محمد وجود الكابتن محمود الخطيب كعادته في التدريبات الاخيره في المباريات الحاسمه بيكون ليها مردود كبير جدا على كل اللاعبين، اللمسات السلام النظره البسيطه تحياته للاعبين كلامه البسيط جدا مع اللاعبين مردوده بيكون كبير جدا، وبنامل ان شاء الله باذن الله يكون لعيبه عندها استيعاب كبير لهذا الامر. طبعا احنا عارفين قيمه المباراه واهميه البطوله بشكل عام واهميه الحضور الجماهيري الكبير جدا اللي لابد ان احنا نتكلم عليها محمد. عايز طبعا في البدايه نشيد بوزاره الداخليه الحقيقه على الترتيبات اللي احنا شايفينها من اللحظه دي ويمكن كمان من امس، في ترتيبات كبيره جدا جدا على مستوى كل الابواب الخاصه باستاد القاهره للدخول والخروج، التعليمات المهمه جدا بجانب الشركه الافريقيه اللي ايضا كمان بتقوم بدور مهم وكبير جدا داخل استاد القاهره. ان شاء الله باذن الله كل المجهودات تكلل بالنجاح للكل، الكل اجتهد محمد بالنسبه لعيبه النادي الاهلي، كان زي ما بقول لك خلاص النهارده معروف ال 15 دقيقه الاولى للاعلام ووسائل الاعلام بالكامل، مجرد انتهت ال 15 دقيقه محمد كل وسائل الاعلام وكل الاعلاميين والصحفيين خارج الاستاد او خارج البوابات الخاصه طبعا بدخول لاعبي النادي الاهلي او الملعب بشكل كامل، ده امر كان يمكن تحذير او يمكن كان تعليمات من الفيفا وايضا كمان من النادي الاهلي. وعلى الجانب الاخر نادي العين يمكن عندنا معلومه ايضا كمان نادي العين مش عايز يكون اي حد متواجد بعد انتهاء المده، الكل زي ما بقول لك يا محمد بيحضر، الكل بيحاول ان هو يفرض سريه تامه على التدريبات، لكن اللي احنا عارفينه عن النادي الاهلي النادي الاهلي خلاص انتهى الترتيب وانتهى التشكيل وانتهت اللمسات الاخيره في تدريب الامس اللي كان مهم جدا لكل لاعبي النادي الاهلي، النهارده بس كلها امور خاصه تكتيكيه بسيطه ركلات ترجيح في الاخر كالعاده زي ما عودنا مستر كولر، لكن ان شاء الله يا محمد كل الامور دي تكون معانا ويا رب يا رب ان شاء الله باذن الله يكون فوز امس وفوز كبير بمشيئه الله على النادي العين الاماراتي. طيب كريم انا عايز اكد على مشهد مهم جدا ومشهد مميز جدا، حرص الكابتن محمود الخطيب بس مش الترحيب باللاعبين والجهاز الفني فور الوصول لاستاد القاهره، لا ده كمان نزل معاهم لارضيه الملعب وكان في كلمات سريعه جدا قبل بدايه التدريب. يمكن المشهد ده يا ريت لو حتى زملائي في الكنترول يرجعوا المشهد من تاني، اللي اكيد رساله وحاجه ايجابيه، احنا طبعا كنا بنشوفها دايما في الكواليس خارج مصر، لكن مباراه داخل مصر اكيد ليها مدلول وليها رساله مهمه. بالتاكيد يا محمد الكابتن محمود الخطيب بقيمته الكبيره وبحضوره المميز جدا الحقيقه زي ما بقول لك مردوده بيكون كبير جدا 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 على لاعبي النادي الاهلي، الحرص ان هو يكون متواجد في ارضيه الملعب يسلم على اللعيبه يسلم على كل الناس اللي متواجده، دي رساله مهمه جدا زي ما بقول لك يا محمد. الفوز في البطوله الماضيه انتهى بكل فرحته وبكل كواليسه، هي رساله الكابتن محمود النهارده ان احنا عندنا مهمه جديده ومهمه قويه جدا محتاجه كل التكاتف لكل اللاعبين لكل الجهاز الفني لكل الجهاز الاداري، عشان كده وجوده في التدريبات ووجوده يمكن كان متواجد امس ايضا كمان في التدريب الاخير على ملعب استاد التتش مقر النادي الاهلي بالجزيره، النهارده لمسته اللاعبين هزاره مع اللاعبين البسيط جدا على قد ما بيكون فيها ابتسامه، لكن زي ما بقول لك يا محمد لعيبه مستوعبه بشكل كبير جدا مدى اهميه هذه البطوله ومدى اهميه هذه المباراه ومدى ايضا كمان حرص مجلس اداره النادي الاهلي بالكامل متمثل في الكابتن محمود الخطيب اللي اكيد بيتحامل على نفسه بشكل كبير جدا في هذه اللحظات ان يكون متواجد الاب ما يكون متواجد محمد مع ابنائه بقيمه هذه المباريات وبقيمه البطوله طبعا بطوله الانتركونتيننتال بتكون ليها
رساله مهمه جدا. يا رب ان شاء الله باذن الله لعبتنا تكون عندها الوعي الكبير والاستيعاب الكبير لهذه الرسائل الكبيره، وايضا كمان من جمهورنا اللي منتظرينه بمشيئه الله ان شاء الله يكون كالعاده ليه مفعول السحر، الهتاف، التشجيع. الدور الفني اكيد متروك للاعبين، لكن دور الجمهور مهم جدا جدا باذن الله يكون ليهم مفعول السحر ان شاء الله، والكل بيكمل بعض يا محمد، والنجم هو النادي الاهلي. يا رب ان شاء الله كالعاده يبقى النادي الاهلي على منصات التتويج، وان شاء الله باذن الله تكون المباراه غدا من نصيب النادي الاهلي باذن الله. زميلنا كريم احمد موفد قناه الاهلي من قلب الحدث في استاد القاهره الدولي نقل لنا كل الكواليس والتفاصيل والاخبار الخاصه باستعداد الاهلي لمباراه العين الاماراتي. يمكن المشهد في المؤتمر الصحفي كانت فيه اسئله كثيره خارج النص، اسئله مش مهنيه. اتمنى الفتره اللي جايه الزملاء الصحفيين في المؤتمرات الصحفيه المتعلقه بالمباريات تبقى الاسئله في صميم المباراه، ما تبقاش خارجه عن النص وتفاصيل ومشاكل وقضايا وموضوعات. للاسف المفروض ده انت بتلعب في القاهره ومع النادي الاهلي وحاضر مؤتمر الاهلي، المفروض الاسئله تكون ايجابيه اكتر من كده، بنناشد كل الزملاء. الموضوع ده يا جماعه مهم جدا، وانت بتحضر حدث، مش بقول حدث قاري، ده حدث دولي تحت شعار الفيفا، فمهم جدا المؤتمر الصحفي الناس تكون مستعده بشكل كويس وتسال اسئله متعلقه بالمباراه. فاصل ثم نواصل حوارنا مع الكابتن احمد عادل. اهلا بحضراتكم من جديد في الجزء الاخير من برنامج الترند والعد التنازلي لمباراه الاهلي والعين الاماراتي. طيب نتكلم فني شويه يا كابتن عادل. ماتش الاهلي والعين، اكيد انت لعبت كاس عالم انديه 2006، اجواء المباريات الكبيره دي، المستوى الدولي، شعار الفيفا، اهتمام الاتحاد الدولي، اللاعب بيبقى داخل المباراه بيحس ازاي بالمباراه دي واجواها؟ اكيد انت بتبقى داخل على ليفل لعبه تاني خالص، تحضير بشكل كويس جدا، تركيز على اعلى مستوى، لان انت في فرق ان انت بتشارك في افريقيا في بطولات افريقيه او تشارك في بطولات محليه او فرق محليه او فرق افريقيه، وغير على المستوى العالمي او على المستوى الدولي بتلعب فرق خارجيه عندها طريقه لعب مختلفه، عندها سرعات، عندها جيم مفتوح، عندها بعض العناصر اللي تقدر تضيف لك انت في الناحيه الهجوميه او على مستوى مفاتيح اللعبه اكتر. لا مستوى تاني خالص وليفل تاني خالص، فمهم جدا على اللعيبه والجيل الحالي هو متمرس عليها بشكل كبير جدا، ومشاركته في اكتر من كاس عالم للانديه، يمكن دي النسخه العاشره بين في كاس عالم للانديه للمشاركه فيها. اعتقد ان الجيل الحالي شارك بحوالي او 5 أو 6 نسخ زي دي، اعتقد ان هم متمرسين بشكل كبير جدا عليها. يعني مين محظوظ اكتر، الجيل بتاعكم اللي لعب في اليابان الساعه البيولوجيه بقى والاجواء المختلفه ودرجه الحراره البرد والجو ده، ولا الجيل الحالي اللي لعب في المغرب وفي قطر وفي الامارات ولف في دول عربيه وهي البطوله حتى بتتلعب في مصر؟ كده انت الجيلين هيشيلوا من بعض. يعني مين جيل محظوظ اكتر من الثاني؟ لا هو الجيل الحالي، هو الجيل الحالي محظوظ اكتر، لان احنا كنا بنشارك في توقيت غير توقيت مصر، بتلعب فرق جامده جدا حتى على مستوى افريقيا او على مستوى المنافسه، كانت الفرق اكتر منافسه في افريقيا. لكن دلوقتي ما شاء الله يعني الاهلي خمس نهائيات بتاخد 4، فلا يعني هو جيل بيسلم جيل، لكن احنا ظروفنا كانت اصعب، يعني ظروفنا كانت اصعب، لكن مجموعه اللعيبه اللي كانت موجوده كانت متكلم في 90% من قوام منتخب مصر من النادي الاهلي. صحيح. مع فتره مستر مانويل. اعتقد الجيل الحالي يعني احنا الجيل بتاعنا سلم الجيل الحالي التاريخ يعني الحمد لله. طيب تتويج الاهلي بالسوبر والكاس الممتازه اللي معانا دي اللي ممكن تكون فعل خير ويكون في كاس ثانيه بكره ان شاء الله باذن الله، هل الفوز ده ليه تاثير ايجابي بعد ما كسبت الزمالك، ولا دي بطوله ودي بطوله، ده مشهد وده مشهد مختلف قبل ما تلعب مع العين؟ خلينا واقعيين ان كل تحقيق بطوله ليها دوافع، ليها دوافع، والنادي الاهلي عنده ملكه كمان ان هو بيعرف يبني على البطوله، بيعرف يبني على البطوله، بيعرف يفصل منها كويس. مكسبك على نادي الزمالك اداك دافع اضعاف ان انت رجعت بطوله مهمه او احرزت بطوله مهمه، السوبر المصري بيديك دوافع بشكل كبير جدا. الملكه اللي عند اوضه لبس النادي الاهلي انها ازاي تعرف تقفل، ازاي تعرف تركز، لكن احنا في اوضه لبس النادي الاهلي مش هتلاقي الفرحه اسبوع او 10 ايام، لان هو ما عندوش وقت، هو عنده بطوله مهمه. صحيح. كل 4 أيام بطوله، كل 4 أيام مباراه مهمه. عشان كده بقول مقاومات البطوله اللي في اوضه اللبس اكيد عند الجهاز الفني واكيد عند اللعيبه، واللعيبه مقدره ده بشكل كبير جدا. بطوله كاس العالم كانت بتتلعب كل سنه بمشاركه 7 أندية، هل تغيير النظام وهتبقى ب 32 نادي كل 4 سنين والنسخه اللي جايه في امريكا، والسنه دي بنظام مختلف شايفين كل قاره بتستقبل المباراه على ارضها حسب التصنيف، ده افضل ولا كان النظام المجمع 7 أندية في مكان واحد؟
هو ده يعني سبع انديه في مكان واحد، ده يعني على مستوى البعيد هو ما بيضرش بالفرقه وما بيحطش ضغوط على الفرقه، لان انت عارف النادي الاهلي بيشارك في 5 بطولات ودي هتبقى البطوله السادسه، فده هيبقى حمل كبير جدا على لعيبه النادي الاهلي، عشان كده بيملك النادي الاهلي او تحقيق كل البطولات هو سر موجود عند النادي الاهلي دايما شغال عليه، هو سكواد الفريق. سكواد الفريق ان انت بتتكلم الاحتياطي زي الاساسي، ومفيش اساسي وفي احتياطي، في عندك 30 لاعب او 25 لاعب على مستوى المسؤوليه او على قد المسؤوليه، لاعب بيغيب ما بتحسش ان الاداء بيتاثر، لان في كل مركز في 2-3 لعيبه، وده دايما اللي النادي الاهلي شغال عليه، وده دايما لجنه التخطيط شغاله عليه، ان انت ازاي بوفر في كل مركز 2-3 لعيبه، لان المشاركات حجم المشاركات على مستوى لو هتشارك في 6 بطولات محتاجه كواليتي لعيبه عالي جدا، محتاجه لعيبه كلها تبقى رجليها في الملعب، وده اللي شافه مستر كولر مع النادي الاهلي، ان دايما تلاحم البطولات والدافع الكبير جدا اللي عند جماهير النادي الاهلي هو دايما اللعيبه اللي علت سقف طموح جماهير النادي الاهلي، مع خساره بطوله تلاقي الدنيا قامت ما عادتش، لكن تحقيق البطوله هو الهدف اللي في الاول وفي الاخر. طيب بعين المدير الفني نلعب بنفس تشكيل ماتش الزمالك ولا المباراه بتتطلب شكل مختلف؟ انا بفضل وهقول لك ليه، انا بفضل نفس التشكيل اللي لعب بيه ماتش الزمالك، لان انا بشوف ان انسب تشكيل ان انت تحقق المكسب مع طريقه مستر كولر، ان هو دايما ما بيرهبش اي فرقه، دايما بينزل يفرض اسلوب لعبه، دايما مهم جدا على اللعيبه حالتها يوم المباراه، المهم جدا ان انت عندك، انا بشوف سعيد لو انت هتلاعب اي فرقه في العالم بس لعيبه النادي الاهلي لو في حالتها عادي وارد ان انت تكسب المباراه، عشان كده مهم جدا على مفاتيح لعب النادي الاهلي تبقى فايقه، تبقى في حالتها، واللعيبه تبقى مدركه ده بشكل كبير جدا. انت بتتكلم في فريق عنده 7 أو 8 مفاتيح لعب، ده من اهم 7 أو 8 مفاتيح لعب في افريقيا، فعشان كده دي حاجات مهمه، اعتقد ان الراجل هيلعب بنفس التوازن في التشكيل، وده التشكيل الانسب ان هو يبدا بيه. الاصابات الكتيره ويمكن من سوء حظنا جايه في خط الدفاع معظمها، يعني هاني مش في المباراه، يوسف ايمن طبقا لبروتوكول الفيفا في موضوع الارتجاج خلاص خرج من القايمه ومن المباراه، اشرف داري في القايمه 23 ولكن اكيد هيبقى على الدكه، هي القايمه اللي موجوده في الاستاد بتمرن دلوقتي دي قايمه الماتش بكره، مفيش حد هيخرج منها. تمام. اللي مش هيبقى اساسي هيبقى على الدكه ضمن ال 12 لاعب. شايف ده ممكن يؤثر على ترتيب شكل الدفاع او خط الدفاع وانت ظهير ايمن؟ فالحته دي بتاعتك اكيد عندك تفاصيل فيها. اكيد هاني غياب مؤثر، اكيد غياب مؤثر، لكن على المستوى الجماعيه اكرم توفيق مؤدي الدور بتاعه بشكل كويس، وده المطلوب، ده المطلوب، ان انا لما مستر كولر يستدعي اكرم توفيق ان هو يبقى موجود في المكان ده وظهر بشكل اكتر من رائع، وكان قافل المكان بشكل كويس في مباراه الزمالك وهي النسخه الاخيره في المشاركه لاكرم، وكان مؤدي الدور بشكل كبير جدا ايجابي، تالق طاهر محمد طاهر في اخر مباراتين سواء في قبل النهائي وفي مباراه النهائي، اعتقد ان كل ده بيدي دوافع، بيدي توازن بشكل كبير جدا. اطمنا بشكل كبير جدا على اداء رامي ربيعه وعلى اداء ياسر ابراهيم في خط الدفاع. يحيى عطيه الله يعني لسه في اكتر ولسه عنده ازيد، لكن مطمنين بشكل كبير جدا سواء هيبقى موجود الشناوي في حراسه المرمى او مصطفى شوبير، كده كده الاداء ما بيتغيرش، كده كده ما تحسش ان في حارس اساسي وفي حارس احتياطي، الاثنين ماشيين بشكل كويس، الاثنين حراس المرمى كبار يتحملوا، وانا عايز اقول لك يا سعيد ان مش اي حد يقدر يحرس مرمى عارين النادي الاهلي غير شخصيه زي مصطفى شوبير زي الشناوي زي حمزه علاء، اي حد يلعب هم مقدرين قيمه النادي الاهلي كويس. اكيد. طيب واحنا بنختم معاك تعالى كده نشوف اراء الجماهير في السؤال اللي طرحناه في بدايه الحلقه، توقعاتكم لنتيجه مباراه الاهلي والعين الاماراتي، في جرعه تفاؤل ولا الناس مترقبه؟ تعالوا نشوف تعليقات الجماهير على الصفحات السوشيال ميديا. ميدو بيقول مباراه صعبه بس لعبت الاهلي رجاله وقدها وان شاء الله 2-1 للاهلي. وسام وامام طيب البدايه مبشره، نشوف تعليق تاني معانا. خالد بيقول ان شاء الله 3-1 للنادي الاهلي، الاهداف وسام والشحات وطاهر يا مسهل. ابو عصام بيقول 2-1 للاهلي وسام وعاشور ان شاء الله باذن الله. في تفاؤل؟ انا في تفاؤل وفي اسباب كتير. طيب طيب هشام بيقول ان شاء الله الاهلي يفوز 2-1 الشحات وكهرباء. حماده ابو جبل اخر تعليق معانا ان شاء الله الاهلي يكسب 2-1 وسام وحسين الشحات. توقعك يا كابتن احمد هل تتفق مع الجماهير ولا شايف النتيجه ممكن تكون قريبه او نتيجه كبيره؟ انا اتفق، لان انت دلوقتي لو هتاخد بالك من الاسماء انت بتتكلم في 5 ممكن يسجلوا او 6، ودي حاجه فعاليه ايجابيه. انت بتتكلم في الشحات ممكن يسجل، بيرسيتاو ممكن يجيب، طاهر ممكن يسجل، امام ممكن يسجل، وسام ابو علي ممكن يسجل،
انت عندك أكيد. 7 8 ممكن يسجلوا مع لو الضربه ثابته ممكن ياسر ابراهيم ممكن رامي ربيعه قبلهم عبد المنعم. اعتقد ان كل الاساليب دي ترجح كفه النادي الاهلي ان شاء الله بكره. اتوقع الفوز للنادي الاهلي لتحقيق البطوله باذن الله. ونحسمها بدري مش محتاجين نستحمل تعب اعصاب الاكسترا تايم او ركلات الجزاء الترجيحيه. كابتن احمد نورتني وشرفتني وسعداء بوجودك معانا حبيبي سعيد. سعدت ان انا كنت موجود معاك النهارده وبالتوفيق دايما باذن الله. شكرا ربنا يخليك. بالتاكيد بنشكر حضراتكم على حسن المتابعه والمشاهده. غدا باذن الله لاستوديو التحليل مباراه الاهلي والعين الاماراتي مع الكابتن احمد شوبير. مش هنكون معاكم وباذن الله بعد المباراه في الايام القادمه ان شاء الله اجواء واصداء المباراه وباذن الله نحتفل بالتاهل الى قطر ولعب المباريات كاس التحدي وكاس انتر كونتيننتال مع ريال مدريد يوم 18 ديسمبر. شكرا لحضراتكم والى اللقاء.